خلينا هيك نروح معك هايدي ومع المتنبئ لنشوف طقسنا حيثبت او لا. اكيد فورا لاتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف عم بتكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات استاذ. صباحك يا هلا. يسعد صباحك استاذ حسان. خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس بمحافظتنا السوريه ودرجات الحراره، وكمان سمعنا انه رح يكون في منخفض اليوم ورح يستمر ليوم الثلاثاء، شو صحه هيدا الموضوع؟ خبرنا تفاصيل اكثر عن الايام القادمه. تكرم عينيك، بدايه صباح الخير جديد لك لزميلتك لفريق العمل للاخباريه السوريه. بالنسبه لحاله الطقس خلال 24 ساعه وفكرة عن الأحوال الجوية خلال هيدا الأسبوع، هلأ نحن اليوم من نهار السبت بداية هيدا الأسبوع بإذن الله رح يكون عنا أول منخفض، رح يكون هيدا المنخفض مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة، ببلش خلال ساعات المساء والليل بدءا من السواحل السورية بهطولات مطرية، ولكن قبل وصول هيدا المنخفض رح يكون في عنا حالة عدم استقرار ضعيفة هي اليوم كمان بتأدي هطولات مطرية بالنهار بالساحل ناتجة عن تسريب تيارات غربية رطبة إلى المنطقة. بشكل عام الأجواء رح تكون صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول خلال ساعات بعض الظهر والمساء إلى أجواء عم تكون غائمة خصوصا بالمنطقة الساحلية، لتصبح الفرصة مناسبة لبدء هطول الأمطار بالشريط الساحلي وتمتد خلال ساعات الليل ويوم بكرة إلى المناطق الشمالية الغربية من البلاد. الهطولات عم تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحوال. هذا المنخفض بيستمر معنا حتى منتصف هذا الأسبوع حتى يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. ذروته عم تكون نهار الأحد بالليل ويوم الاثنين. الأحد بالليل بتكون الأمطار عاصفة وشاملة في أغلب المناطق، ولكن المناطق الأكثر احتمالية للهطل المطري عم تكون الساحل الشمال الغربي، أجزاء من المنطقة الوسطى والجزيرة. فرص الهطول بتكون بأغلب المناطق، العاصمة دمشق ومحيط العاصمة دمشق احتمالية الهطول فيها عم يكون أقل من باقي المناطق. الحرارة في عليها انخفاض بشكل تدريجي ورح تصل حرارات أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق، ورح تكون الأجواء بشكل عام بالليل أجواء نسبيا ورح تكون أكثر برودة بالمرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة عالية واحتمال تشكل ضباب ساعات الليل والصباح الباكر بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية. احتمالية تشكل الضباب هو نهار السبت والأحد والاثنين في نشاط على سرعة الرياح، ولكن أكثر المناطق النشاط اللي عم يكون فيها هو المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلية. نهار السبت الأحد والبحر خفيف ومتوسط ارتفاع الموج، ممكن تجاوز ارتفاع الموج ببعض الأحيان المتر يومي الأحد والاثنين، يعني منخفض جوي متكامل العناصر مرفق بكتلة هوائية باردة بيأثر على المنطقة. احتماليته وفعاليته الجيدة جدا عم تكون على المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة والوسطى، بيأتي إلى هطولات مطرية ينتج عنها سيول خاصة بالمناطق المنخفضة بالوديان والمنحدرات، والأجواء الباردة رح تكون بالليل بأغلب المناطق، ولكن المناطق الأكثر برودة رح تكون المرتفعات الجبلية، على الرغم من أنه رح نلاحظ أجواء باردة خلال ساعات الليل والنهار نتيجة الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة خلال هيدا الأسبوع. الرياح بشكل عام عم تكون لليوم شرقية إلى جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الطيفة والمعتدلة، عم تتغير نهار بكرة وبعد بكرة لحتى تكون غربية إلى جنوبية غربية بالمنطقة الساحلية بالشمالية غربية بالجنوبية، بينما تبقى شرقية إلى شمالية شرقية بالمنطقة الشرقية والجزيرة. أهم التحذيرات خلال هيدا الأسبوع نتيجة تأثرنا بهيدا المنخفض، بنحذر من تشكل السيول خاصة بالمنطقة الساحلية بسبب غزارة الهطل المطري يومي الأحد والاثنين، من الأجواء الباردة ليلا خاصة بالمناطق الجبلية، من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل ضباب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء بأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية. درجات الحرارة المتوقعة لليوم دمشق 22-10، القنيطرة 19-6، قلمون 15-5، درعة 22-12، السويداء 20-9، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-8، بالحسكة منطقة الجزيرة 21-11، الساحل السوري اللاذقية طرطوس 22-15، بالشمال حلب وإدلب 23-10، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 24-10، بالبادية مدينة تدمر 22-9. بشكل عام الحرارة عليها انخفاض مثل ما ذكرت، اليوم رح تكون قريبة من معدلاتها وتمر بالانخفاض حتى تكون الأجواء الأكثر برودة هي نهار الاثنين وحرارات أقل من المعدل، مع ذروة هيدا المنخفض يكون الانخفاض هو الأكثر حرارة، ولكن بالمطلق رح نلاحظ هيدا الأسبوع
أجواء باردة بمختلف المناطق حتى نهاية الأسبوع بتبلش الأجواء تميل للاستقرار. اعتبارا من يوم الأربعاء القادم بإذن الله بتضل أجواء من الصحوة والغائمة جزئيا بشكل عام، في فرصة بتضل للهطل المطر خفيفة بالساحل وأجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والجزيرة، ولكن حرارات راح ترتفع بشكل طفيف بس بتضل حول المعدل أو أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. ده شكرا كثير لك استاذه حسان الجدي لانه دائما بتوافينا بكل التفاصيل عن احوال الطقس، واكيد الله يبعث الخير للجميع. شكرا لك.